احنا معانا دلوقتي كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في انطلاق مبادره تطوير الكره، يا ريت نسمعها. احنا كلنا مهتمين بيه، سواء اللي موجودين في الحضر او اللي موجودين في الريف. وهو المشروع اللي اطلقته الحكومه او بدانا فيه ان احنا الخطوات العمليه لتنفيذه، وهو مشروع تطوير الريف المصري وتحسين حياه الناس في الريف المصري. احنا بنتكلم على ما يقرب تقريبا من 4500 قرية، وبنتكلم على ما يقرب من اكتر من 30-35 الف تابع له، في خطة بنتمنى ان احنا ننهيها في خلال 3 سنوات. الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل، تقدير لحجم المطالب اللي هتتطلبها هذا العمل، ثم كمان الموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل. اللي أنا عايز أقوله إن الأمر اللي احنا متحركين فيه هو تحدي كبير، لأن احنا بنتكلم على تقريبا ما يقرب من 50-55 مليون إنسان. بنتمنى إن احنا في نهاية هذه المبادرة أو هذه المرحلة نكون غيرنا تماما من الواقع اللي موجود وبيعيشوا فيه. نتكلم على، احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس انا بكرره عشان استدعيه واستدعي اهميته لينا كلنا، ومش بس كده، وكمان بستدعي الهمم، همم كل الناس، حتى اللي موجودين في القاهرة واللي موجودين في الاسكندرية واللي موجودين يعني في المحافظات. ايوه نعم، نحن سنتحرك من اجل اهلنا، اهلنا اللي موجودين في كل حتة من ريف مصر. زي ما بقول الدولة حطت يعني الموارد المطلوبة، ولكن يبقى ان حجم العمل عمل ضخم جدا جدا، وتحدي حقيقي ان احنا ننفذه في خلال المدة الزمنية اللي احنا ألزمنا نفسينا بيها ان احنا نخلصها خلال 3 سنوات. زي ما قلت قبل كده وبكرر الكلام تاني، ان في فرصة كبيرة جدا لكل الصناعة الوطنية التي من المفترض ان هي هتغذي كثير من مطالب او الاحتياجات المطلوبة لصالح هذه المبادرة. حد مثال صغير جدا، احنا كنا بنتحدث بالامس مع السيد وزير الكهرباء ودولة رئيس الوزراء عن حجم المطالب اللي تم حصرها حتى الان لموضوع الكهرباء للريف. احنا بنتكلم من 66 ل 70 مليار جنيه. كل الرقم اللي انا بتكلم فيه ده لقطاع واحد وقطاع الكهرباء فقط، لكن عايز اقول ده هو بيتكلم على المطالب، يعني اللي هي المواد اللي هيتم الانفاق عليها، غير حجم العمل اللي هيتم على الارض عشان هذه المطالب تبقى موجوده، يعني تتم تجهيز المواقع بيها. الموضوع المهم اللي انا بتكلم فيه ان كل هذه الارقام، سواء كانت بقى لقطاع الكهرباء او لقطاع الصحه او لقطاع الاسكان او لقطاع الصرف الصحي وغيره، القطاعات دي كلها احنا بنقول للمصانع اللي بتسمعني دلوقتي واصحابها من القطاع الخاص، من فضلكم لدينا فرصه عظيمه جدا جدا ان احنا نعمل يعني قوه دفع كبيره جدا للصناعه في مصر خلال 3 سنوات القادمين. ليه؟ لان احنا بنتكلم على ما يقرب من 500 مليار جنيه تم حصرهم حتى الآن لتلبية أو لتنفيذ هذه المبادرة. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها في هذا الموضوع برضو تحديدا، أن العمل ده مش قائم على شركات المقاولات فقط، سواء كانت هذه الشركات في القطاع العام أو القطاع الخاص، لا، أنا بتكلم أن كل الدولة المصرية مدعوة أن هي تساهم معانا، مش تساهم بالأموال، وإن كان ده مش مرفوض يعني، ولكن تساهم معانا في ان احنا نكثف جهودنا عشان هذا العمل يتم الخروج به واخراجه بالشكل اللي يتناسب مع حجم الجهد والموارد التي خصصت من اجله. مش ممكن نكون احنا هنحط هذه الارقام الضخمه من الاموال في مده زمنيه لا تزيد عن 3 سنوات ويبقى العائد بتاعها ما يسعدناش كلنا. انا بقول الكلام ده اللي انا كنت ليا كلام مع حتى القوات المسلحة ومع وزارة الداخلية وبقية قطاعات الدولة، وقلت لهم من فضلكم
أرجو أن كل إنسان في موقعه يبقى مشارك معنا حتى بالمتابعة، حتى بالإشراف، حتى بالإشارة لينا على أي مطالب ممكن ما نكونش إحنا منتبهين لها، أو لأن إحنا طبعا بصراحة عشان برضه أكون حد يقول لي يعني معقول الدولة هتراجع موضوع ما نكونش منتبه ليه، أقول له لا، الفكرة كلها إن إحنا بنتعامل مع واقع، وأرجو إن الكلمة دي ما تؤلمش حد، واقع غير منظم. إحنا هنخش على كرة غير منظمة، مفيش تخطيط كان موجود لها وتشكلت جزء كبير جدا منها، بالإضافة طبعا للنمو اللي تم اللي احنا بنقول عليه التوابع يعني. فده موضوع مش متخطط ومش متنظم كويس، وبالتالي احنا عايزين نعمل شغل مخطط على شغل يعني، فهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي. مش عايز اطيل عليكم يعني، لكن عايز اقول بفضل الله سبحانه وتعالى احنا جادين في ان احنا ننهي هذا الامر تماما من مصر، ننهي تماما فكرة ان في ريف في مصر غير يعني اهله يعانوا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعيننا على ان احنا في نهاية الثلاث سنين نكون انجزنا هذا الامر وفعلا غيرنا، وسترون ان شاء الله هذا الامر يعني، واحنا نطلقه عمليا يعني، ثم واحنا بنحتفل إن شاء الله بكل مرحلة بعد ما نخلصها. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأنا بشكر وزارة الداخلية ورجال الشرطة جميعهم، بشكرهم على الجهد اللي اتبذل، بشكرهم على التضحيات اللي اتقدمت واللي ما زالت بتتقدم واللي هتتقدم بعد كده، الحفاظ على أمن وطن وحمايته ده في ثمن كبير بيدفعه أهل الوطن سواء كانوا في الجيش أو الشرطة أو حتى من المواطنين العاديين. إن شاء الله يا ريس ربنا سبحانه وتعالى هيقدرنا ونكمل إنجازاتنا ونكمل بناء الدولة المصرية. قبل كده الحمد لله أثبتنا ذاتنا، أنجزنا العديد من المشروعات العملاقة على أكمل وجه وفي أقرب وقت ممكن. بس خلونا كده يعني نتدبر الأمر مع حضراتكم ولو خمس ثواني. أنتم متخيلين 4500 قرية مصرية ليها ملحقات، يعني القرية تلاقي ممكن كفر أو نجع تابع ليها، فبالتالي التطوير هياخد 3 سنين. 4500 قرية في 3 سنين، انتم متخيلين الرقم؟ متخيلين الوقت؟ متخيلين الجهد؟ متخيلين الطاقة؟ متخيلين الانفاق؟ متخيلين الفلوس اللي هيتم دفعها في هذه العملية المتعلقة بإعادة هيكلة القرى المصرية للأفضل، لوجود حياة كريمة تليق بمكانة المواطن المصري خاصة بأهلنا في الريف؟ عارفين يعني 500 مليار جنيه مخصصة فقط لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية؟ يعني إن شاء الله بعد 3 سنين مش هتلاقي لا قرية ولا كفر ولا نجع ولا أي منطقة من ملحقات القرى لا فيها ما فيهاش نور، هتلاقي كله موجود فيه النور، هتلاقي كله موجود فيه الصرف الصحي، هتلاقي كل القرى إن شاء الله بملحقاتها فيها الغاز الطبيعي وكل الخدمات والبنية التحتية اللي تليق بكل أهلنا في الريف المصري. ولكن اللي احنا بنطالب بيه أهلنا في الريف نستحمل شوية العملية المتعلقة بالإنشاءات، هيبقى عندنا بعض التحديات أو المشكلات البسيطة زي مثلا الحفر، شق بعض الأنفاق، شق بعض الطرق عشان نقدر نوصل هذه الأمور. ولكن بعد 3 سنين اتفرجوا على جمال الريف المصري، اتفرجوا على الحياة الكريمة اللي فعلا يستحقها أهلنا في الريف. كل ده أنا بقوله لحضراتكم ليه؟ عشان تفخروا ببلدكم، عشان تفخروا بالقيادة السياسية الحكيمة اللي فعلا بتطبق العدالة الاجتماعية. يعني مواطن الريف لا يقل إطلاقا عن المواطن اللي موجود في الحضر، كلنا مواطنين مصريين، علينا أن نستمتع بكافة يعني حقوقنا كمان وواجباتنا، كل زي ما لينا حقوق علينا واجبات تجاه بلدنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمصرنا الحبيبة فيما هو قادم. حياة كريمة لكل مصري، حياة كريمة لكل مصرية، حياة كريمة.